ايه ماشي رح جيبها. بخاطرك يا خانو. الله معكم، مع السلامة. تمام، لا تخافي. يلا مع السلامة، الله معكم. اوه راحت، فكرت انها ما رح تروح ابدا. عمر، انا حكيت مع الاولاد وحكيت مع ام روزغار كمان. الاولاد كتير مبسوطين من طريقة تدريسك لإلهم وحابين انه نكملوا معك. اذا كان بيناسبك هالشي كمان نحن بدنا نكمل بالدروس. طبعا انا بيناسبني هالشي يا خانو. تمام، لكن رح نعتبر اليوم درس تجريبي مشان الولدين. رح تاخد 300 لدرسين بالاسبوع، هالشي بيناسبك عمر؟ ايه ممتاز. درس هون ودرس ببيت روزغار، ممكن نعمل هيك؟ ايه تمام، معناها رح اجي بكره بنفس الوقت. نطلع من المدرسة مع بعض، ما هيك؟ ايه طبعا، مثل ما بتحبوا. نتسلى مع بعض بالاستراحة كمان؟ دور علي بالاستراحة وتعال. طيب تفضل، خليني وصلك على الباب عمر. آخ يا أمي، آخ يا أمي، آخ بنتي، حطي مخدة تحت رجلي. أي أي، شايفة شو اللي صار فيني؟ آخ آخ. أمي شو أعمل؟ شو بدك مني؟ كنتوا عم تشتغلوا منيح لما جيت، شو صار لكم هلأ؟ قوموا جهزوا الأكل يلا. شوي بيكون الأكل جاهز. عزبتك معي حبيبي، روح شوف الأكل بلا ما يحترق. ايه تمام. رجلك عم توجعي؟ آخ طب ليش هيك عملتي بحالك؟ كنتي راكدة وانتي نازلة على الدرج، يعني شو عملتي؟ غسلت التياب وكويون وجهزي الأكل، وبيتهم كبير، بضل من الصبح للمساء وأنا عم نظف البيت وما بخلص أبدا. مو هني عطوني مكان نام فيه، عيب الواحد يحكي بس عاملوني مثل حيوان. يا ريتك ما رحتي. مو مشكلة، هي اللي صار صار، المهم هلأ ارتاح شوي. آخ يا أمي. أرهان معلش تعطيني مسكن. ايه استني. انتوا ليش قاعدين هيك؟ أوجان عطيني جهاز التحكم، وانتي روحي بدلي الشراشف. لساتهم نضاف أمي. طلبت منك شي وأنا مريضة إيبك. ارتاحي، أنا بقوم ببدلهم. تمام خلص، أنا ببدلهم. تفضلي أمي. جيب لي شاي أوجان. بدك شي تاني أمي؟ حتى الليمون قطع صغيرة بقلبها مو